حضراتكم هنا اللي أنا كنت أشرت ليه، لما في موظف عام بينتحل صفة وظيفة منبتة الصلة في عن وظيفته، وديت كانت القضية ديت معروضة علي من حوالي 10 سنوات، وكان موظف في محافظة القاهرة انتحل صفة ملاحظ، هنا ملاحظ بالبلدية بيشرف على الاشتراطات الصحية وعلى رخص المحلات، وكان بيلف على المحلات ويقول له وريني الرخص، وريني الاشتراطات الصحية، فين الشهادات بتاع العمال الصحية، وهل هم كاشفين طبي وكاشفين. وكان طبعا معظمه ما كانش مطلع الحاجات دي، فكانوا بياخد منهم فلوس مقابل الكلام ده، هو لغاية ما حضراتكم اتقبض عليه وقدم إلى المحكمة بجريمة الرشوة. وهنا أهليته اتصلوا بي وأنا حضرت معاه، وقلت لهم هو بيشتغل إيه؟ قالوا لي ده هو رئيس كناسين بالمحافظة، هو مالوش أوتوم. طب هاتولي شهادة رسمية بالكلام ده، وفعلا جابوا لي شهادة قيد رسمية، وكان هم عندهم كذا شهادة قبل كده، ما كانش مش عارف كانوا جايبينها ليه. وهنا أنا دفعت بخروج الفعل المنسوب للمتهم من نطاق أحكام جرائم الرشوة المتحققة أو المعقودة في مواد 103 ل111 من قانون العقوبات، وقلت إنه لأنه يجب أن يكون مختص الموظف بالعمل المتفق عليه أو بجزء من العمل أن يكون مختص به، أما أنه ينتحل صفة من هذا الأمر فهذا لا ينتقل عليه جرامة الرشوة. وفعلا المحكمة عدلت الوصف وعاقبته بجريمة النصب تطبيقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، ودي طبعا بخلاف الحكم المشدد اللي هو بتاع جرائم الرشوة، لأن ده حكم جناية، لكن النصب دي حكم جنحة، وكان الحكم حكم يسير، كان هو قضاها على ما اتحاكم، كان قضى أكتر من نص المدة وخرج على طول. لكن أنا بقول هنا لحضراتكم، هنا لو الموظف انتحل صفة منبتت الصلة عن الوظيفة بتاعته وتعامل بيها مع الناس، هنا لا تنطبق عليه جرائم الرشوة ولا يعاقب بعقوبات جرائم الرشوة، لأن ديت لا يجب أن يكون الموظف مختص بالعمل أو له نصيب من هذا الاختصاص عشان يؤدي العمل المتفق عليه. أما إذا انتحل صفة وظيفة منبتة الصلة أو كاذبة عن الوظيفة اللي بيشغلها، لا تنطبق عليه نصوص أحكام جرائم الرشوة، أما بتنطبق عليه أحكام جريمة النصب.